تعالى اقول لك ازاي تاكل بيتزا في كايرو فيستيفال ببلاش. هتروح طبعا كايرو فيستيفال وتدخل الصاله اللي كلها مليانه مطاعم دي، وتروح بقى على محل اسمه بيتزا ستيشن من غير ما تطلب اي حاجه. هم اصلا عندهم علب صغيره كده تجربه، يعني حاجه زي تيست كده قبل ما تشتري. هتجيب 2 جنيه يا باشا وتدوق البيتزا فشيخه الفشيخه. صاحبك هيروح بقى يجيب 2 هو كمان، البيتزا فشيخه الفشيخه. تجيب كميه بقى خلصهم، تروح تجيب تاني وتجيب تاني، وصاحبك يجيب تاني وانت تجيب. ما في اطيب من هيك. هي هتبقى اصلا عباره عن بيتزا صغيره كده في علبه، جميع الاطعمه اللي عندهم علشان تشوف الطعم اللي انت عايزه قبل ما تشتري. ولو انت اصلا عايز تشتري اصلا بيتزا بقى وتاكل بقى اكل فعلا حقيقي بقى، فالاسعار هناك مش غاليه خالص. يعني انت عندك هناك البيتزا الكبيره دي مع الكولا والبطاطس اللي عليها الجبنه السايحه، كل ده ب 65 جنيه وشامل الضريبه وشامل كل حاجه. وطبعا هنا حاولت ابقى اتيكيت بقى وامسك الشوكه بشقه، بس ما عرفتش يا جدعان. هي البيتزا بتتاكل بالايد، ومش محتاج انك تسعى على اي حاجه هناك، لان فوقيك هتلاقي كل الصور بتاعت العروض وكل الصور اللي انت عايزها بالسعر بتاعها بالشكل اللي انت هتاخده بكل حاجه هناك حرفيا. اللي عايز اقوله ان انت ممكن تجرب اي حاجه حتى لو جديده، حتى لو انت مش عارفها، ادخل واسال وجرب، وممكن تلاقي حاجات اصلا احلى من اللي انت متعود عليها زي هارديز وزي حاجات كتير جدا. فاللي انا عايز اقوله لك من الفيديو ده ان انت جرب وعيش وشوف الحاجات الجديده. دوس يا كوتش.